السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتمنى نلقاكم هاد النهار غنشوفوا فيديو اخر ديال التريكو. كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم بخير نتوما والاحباب والاهل ديالكم. المهم هاد النهار شنو غادي نديرو؟ حنا تعلمنا غرزة الامام غرزة الخلف ولا ماي الوندوا ماي الونفير دونك. ودابا غادي كي قلت لكم الا تعلمنا هاد غرزة الامام غرزة الوراء ولا الخلف الا تعلمتو ليهم شي لاخر غير تركيبه منهم. شفنا في الدرس الثاني كيفاش درنا ستر وشنو عطانا، الا درنا عين شنو عطاتنا. اليوم غادي نشوفوا شكل اخر. اذا غادي نبداو غادي نديرو بسم الله غنبداو نديرو شي درس اخر تركيبه واحده اخرى ديال هذوك الغراز. اذا غندير كيفاش كنصاوب العيون بحال كيف ما كنت وريتكم، كنديرو بحال هكا ولا ديرو بحال هكا ولا انا مولفه هكا. اذا انا كنمشي دائما بهذه الطريقه، هذه هي الطريقه باش كنخدم. ها انا درت غير شويه، ما درتش الخيط بزاف، شتي ها هو دابا قربي تقاد عليا. اذا شحال دار؟ 2 4 6 8 10، يلا دار 10 د العيون، ماشي مشكله. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الخدمه تعيطوا ليها الروز بالحليب، الروز والحليب ولا الرويزه، وبالفرنسي تيقولوا بوين دو ري. بوين دو ري شنو هي؟ هي كتجي كدير عين مسرحه عين مقلوبه والسطر الاخر السطر الثاني هذيك اللي كتكون مسرحه كترجعها مقلوبه، وديك اللي كتكون مقلوبه كترجعها مسرحه. حنا غادي نشوف غير نوريكم كيفاش. اذا اول حاجه غادي نديرو اول غرزه غنديرها مسرحه، العين الاولى ها هي مسرحه مسرح. راني قلت لكم رجعوا للدروس الاخرين وغادي تعرفوا اللي ما شافش. غادي ها هي الاولى، غندير الثانيه مقلوبه ها هي، وغادي نمشي هكا وحده ها هي مسرحه. وعقلوا المهم المسرحه راني وريتكم، المسرحه راه كتكون بحال السنيسله والمعقوده او المقلوبه كتكون فيها بحال شي عقيده باش تبقى تميزوها بلا ما تحطي مثلا ولدك بكا ولا شي حاجه ونطي ولا مشيتي تطفي على البوطه وتجي غطلفي. اذا ها هي هي المقلوبه كيكون عندها بحال شي عقده، والمسرحه راه كتكون دايره بحال شي سنيسله. اذا ها حنا غنمشيو هكا مسرحه مقلوبه مسرحه. اذا هذه لما كنتيش كتعرفي تميزي ما بين المقلوبه والمسرحه ما غاديش تعرفي تصاوبي هذا البوان دو ري، لان ضروري صدعتني هاد الطبلة كدير صداع وانا بغيت ندير لكم هذا ابيض باش تبان الخدمه. اذا ها هي دابا هاد الاولى عندي انا، شوف راها دايره بحال شي سنيسله، اذا بالنسبه ليا راه مسرحه. شنو قلنا باش ندير الرويزه اللي مسرحه خصني نردها مقلوبه؟ اذا انا غنجيب القطيب من التحت وفي المقلوب الخيط كيكون الفوق، اذا وغندير بحال هكا انا نردها مقلوبه ها هي ونخرجها صافي. هادي راه عندي مقلوبه، بلاتي ندير نظاظري ها هي شتي عندي فيها العقده، اذا غنرجعها مسرحه. وهذه مقلوبه هكا غنمشي، اللي مقلوبه وصافي كتكملوا، اللي مقلوبه تردوها مسرحه واللي مسرحه تردوها مقلوبه. شي قلت لكم انا الا عرفتوا المسرح والمقلوب شي الاخر تركيبه منه. كلشي الخدمه كلها ديال التريكو ديال الزواقه ديال التريكو راه غير من المقلوب والمسرح الا كتعرفوا اليوم صافي. هذوك جوج الدروس الاولين راه مهمين صافي، وشي الاخر كيجي ساهل كيجي بسيط الا عرفتي. اذا ها انا شفت كيفاش غادي. اذا هاد الاولى دابا عندي كيفاش دايره، شفتوا فيها هاد العقده شتي خيط بحال معقود بحال محزم. اذا هذيك راها مقلوبه دابا في هاد لو بوين دو ري ولا الخدمه ديال الرويزه خصني نردها، اللي مقلوبه غترجع مسرحه. اذا انا غنخدمها مسرحه، هادي مسرحه هادي دابا راه مسرحه. اذا انا غنرجع الخيط القدام ونديرها مقلوبه وغنزيد هكاك صافي بحال هكا حتى الشرح ما غيطولش، لان الا كنتو عارفين هذا حتى الشرح باش نشرح لكم راه غادي تفهموا غادي تعرفوا. وانا حاولت نديطايي في الدروس الاولين بزاف باش تفهموا هذا الشيء يجيكم ساهل. ها هي هادي حتى هي راه كتجي زوينه في الخدمه وسهله. بلاتي نديرو هذا هنا على الطبله غتفرح لنا الراس ديالنا. مكمله حيت واخا شي حاجه بيضاء باش. اذا ها هي هادي دابا عاوتاني
هانتوما شوف شتي هذه مقلوبه وهذه مسرحه، هانتوما شتي هذه كي دايره بحال شي سنيسله وهذه مقلوب. اذا شنو غندير؟ قلنا الرويزه المسرح يرجع مقلوب والمقلوب يرجع مسرح. اذا غنرجي لهاد المسرحه غنردها مقلوبه، غندير بحال ما خرجات حتى تكون شويه ديما واسعه هذيك، حضروا معاها باش ما تزهق لكمش. وهنا غندير هذه مقلوبه ها هي مسرحه، هذه محيط مقلوب، هذه حيت مسرحه غنرجعها مقلوبه، وهذه اللي مقلوبه غنرجعها مسرحه. وغنبقاو خدامين هكذاك. انا غادي ندير لكم هذه بالغالونتي باش تفهموا مزيان. اذا هانتوما شفتوا، على ربي تكونوا فهمتوا كيفاش. ها هي دابا هذه مسرحه غتترجع مقلوبه، وهذه غترجع مسرحه. هذه يمكن كدير بها هذه اشارب، كدير بها شي كاشكول، غدير مثلا شحال من عين بغيتي شحال يكون عريض، تصاوبي بها اشارب لوليداتك زوينه كتجي مع هي ما كتجمعش. شتي هاد البوان دو غير ما كيتجمعش، كيبقى بحال هكا مطلق زوين، كيصلح ديري به ايشاخ، ماشي بحال هذاك وحده وحده ولا داك سطر سطر، هذوك راه ما تيجيوش في الكاشكول، ما كيصلحوش. هذه تصلح، هذه الخدمه هذه تصلح ليكم وحده وحده. ويك خص بنادم يرد البال باش ما تغلطوش، حيت الا غلطتو فيها، الا غلطتو والمسرحه خدمتيها مسرحه راه غترجعي بحال ديك الخدمه اللي كنديرو في العشيه تاع التريكو، المسرحه عاود خدمتيها مسرحه. صافي غتبقاو غاديين بحال هكا حتى تكملوا ان شاء الله. كنتمنىكم تكونوا فهمتوا هاد الدرس، راه ساهل ماشي صعيب. انتهى الدرس ديال هاد النهار. الى عجبكم الفيديو، الى عجبتكم هاد الفيديو شاركوا في القناه ديالي، ديروا لي لايك، شاركوا مع الاصدقاء، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله. مع السلامه.